السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشارككم وصفة ديال كيك بالبرتقال، كيجي رائع جدا. كيك اللي هش وخفيف وسهل في التحضير كذلك. بالنسبة للمكونات، عندي هنا علبة ديال الياغورت طبيعي وزن 110 غرام. هنا لكم الاختيار، ممكن تستعملوه طبيعي كما ممكن تستعملوه بنكهة الفانيلا. وزن 110 غرام، انا خديته طبيعي. هاد العلبه كنفرغوها من الياغورت اللي فيها، كنعبروا وحده زيت ووحده سكر ووحده عصير البرتقال. الطحين غادي تشاهدوا معايا شحال غادي تاخذ لينا الكيك. وعندنا جوج ديال البيضات، كناخذوا الخلاط اما العادي الكاس ديال العصير اما الباتور، لكم الاختيار. غادي نديروا جوج ديال البيضات مع الياغورت، انا استعملته طبيعي، مع رشه من الملح. وغادي نضيفوا المكونات وغادي تشاهدوا معايا الطريقه. كنضيف رشه من الملح وكنضيف البيض، نضيف العلبه ديال الياغورت، علبه من السكر، علبه من الزيت، وعلبة من عصير البرتقال. غادي نخفق هاد المكونات جيدا حتى كنحصل على خليط اللي كيكون القوام ديالو كثيف، مدة ديال 5 دقائق ولا 8 دقائق. الخليط بعد ما خفقته كما كتلاحظوا كيفاش كيكون القوام ديالو كثيف واللون ديالو ابيض. هنا لكم الاختيار، ممكن تخلطوا الطحين والخماره وتعاودوا تخلطوهم يعني بالطراب الكهربائي، كما ممكن ديرهم غير بالطراب اليدوي. هنا عندي كميه ديال الطحين، العلبه ديال الياغورت راها نظيفه. غادي نعبروا الكاس الاول، العلبه الاولى كما لاحظتوا معايا راها مملوءه. غادي نضيف العلبه الثانيه، كذلك علبه مملوءه. وغادي نخلط بالطراب الكهربائي ونكمل ما تبقى اللي هي من الطحين والخميره، غادي نستعمل الطراب اليدوي. كما لاحظتوا معايا القوام ديال الخليط كيفاش كيكون، مازال هنايا خفيف. هنا راني ضايفه جوج كيسان ديال الطحين، غادي نضيف ما تبقى. واخر حاجه غادي نضيف القشر ديال الليمون الحامض اللي هو الحامض العادي ديالنا، مع عصير حامضه. بالنسبه لعصير الحامضه الكميه ديروا ملعقتان كبيرتان ديال عصير الحامض. وعندي هنايا جوج ديال الخمارات اللي هي 14 غرام. نضيفو العلبة الثالثة وكنخلطو كما ممكن تبقاو تخلطو بالطراب الكهربائي. كملوا العلبة، جوج ديال الخمارات. بالنسبه للحامض العصير ديالو والقشر حتى هو كيبقى حسب الرغبه، ممكن ما ديروش الحامض، ديروا القشر ديال البرتقال او كيس ديال السكر فانيلا، هادشي كيبقى اذواق. انا كنفضل شي حاجه فيها الحامض، كندير دائما الحامض وحتى هو كيساعد على نجاح الكيك. كنخلطوا وكنتاكدوا من القوام ديال الخليط ديالنا، لاحظتوا بدا كيتقال، هذا هو القوام المرغوب. غادي نخلط مزيان ونضيف القشر والعصير ديال الحامض. ضفت القشر ديال الليمون الحامض وكنضيفوا العصير اخر حاجه، كنضيفوا العصير بعد ما كنكونوا دهنا المول بالزبده ورشيناه الطحين. المول خذوا قياس 22 ولا 24 سنتيم، اما دائري اما مستطيل. الملعقه الاولى
والملعقه الثانيه، وكنخلطوا هنايا دابا غير بسباتيلا فقط. بالنسبه في حاله كانت 3 كؤوس غير كافيه لكم الطحين، يعني الطحين كيختلف من مكان لمكان، كتضيفوا واحد ملعقتان كبيرتان ديال الطحين. كما لاحظتوا الخليط كيجي بحال الجينواز. صافي غادي نفرغوا في المول. دابا راني شعلت الفران. بالنسبه للفرن دائما كنذكرها، عندي فرن ديال الغاز، فرن كويزينيير زانيسي، كنشعلو من التحت فقط، هو فرن بمروحه. المول دائما كندهنو وندخلو للثلاجه بالزبده ومشوش بالطحين. غادي نفرغوا الخليط ديالنا وندخلو، ننتظروا على الكيك ديالنا حتى يطيب ونحضروا ليه السيرو. بالنسبه هنايا للسيرو خديت ملعقه صغيره من بودره الكريم باتيسير، كما ممكن تستغناو عليها تكتفيو بعصير البرتقال والسكر. عندنا علبه من عصير البرتقال، استعملت انا غير عصير المندرين لا في الكيك ولا في السيرو، وكنضيفو السكر بحسب الذوق، يعني نقدر ما نحددش لكم ملعقتين ثلاث ملاعق حسب الذوق ديالكم. كنوضعوا هذا الاناء فوق النار حتى كيغلى كنحصلوا على سيرو، ونخليه بما حضرنا الكيك. بالنسبه للقوام ديالو ما نخليوش حتى كيكون كثيف حيت فيه الكريم باتيسير، يعطينا واحد السيرو اللي كيكون هكا خفيف ما يكونش ثقيل، يعني ما تخليوش حتى يتقال مع التحريك المتواصل بطبيعه الحال باش ما تكورش لكم هذيك البودره ديال الكريم باتيسير. السيرو بعد ما كيوجد كما كتلاحظوا كيفاش كيكون القوام ديالو، كنخليه كيبرد. دائما الا كان الكيك سخون يكون السيرو بارد والعكس صحيح. الكيك ها هو مازال سخون، يلا خرجته من الفران كما كتلاحظوا معايا. غادي نقلبوه ونشاهدوه مع بعض كيفاش كيجي من الداخل. لاحظوا معايا كيكون خفيف بزاف وحتى الرائحه ديالو شهيه. كما ذكرت لكم في الاول يعني كتختاروا المول من الاختيار ديالكم، ماشي ضروري يكون هكا دائري ومثقوب. كما كتشاهدوا معايا اللون ديالها كتجي رائعه جدا وكتكون خفيفه اسفنجيه، كتجي بحال الجينواز. هذا هو الدور ديال العصير الحامض، اللي ما كيفضلش عصير الحامض يتفاداه، وممكن تستعملوا ملعقه صغيره ديال الخل ابيض حتى هي كتعطيها شاشه للكيك. لاحظتوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالها. هنا غادي نقلبوها الجهه الاخرى وكنفرغوا عليها هاد السيرو هذا، ما حدها هي سخونه، في حاله كانت بردات كنسخنوا هاد السيرو اللي حضرنا سابقا. ممكن تزينوها بشويه ديال رقائق اللوز محمرين، شويه ديال الكوك، شويه ديال حبيبات الشوكولا، بيبيت شوكولا، لكم حريه الاختيار. ممكن تقبوها بالكيردون، ممكن ديروا حتى القشور ديال البرتقال معسل الفوق. انا غادي ندير لها شويه ديال رقائق اللوز محمرين، وانتم كيبقى هادشي حسب الذوق ديالكم ان شاء الله. وهاد العصير اللي هبط ليا هنايا غادي نرجعو ونكبو عليها من الفوق. الشكل النهائي للكيك بعد ما وضعت ليه رقائق اللوز، التزيين كيبقى حسب الرغبه ديالكم، كتجي كيكه اللي هي ممتازه، هشيشه ومعلكه في نفس الوقت. استعملوا غير عصير المندرين، بما ان المندرين ما شاء الله موجود بكثره، نستغلوه ونحضروا به وصفات يوميه، كتجي ممتازه هائله. هذا هو شكلها من الداخل، خفيفه بزاف، كتجي بحال الجينواز، والمذاق ديالها ممتاز كذلك. ان شاء الله تجربوها باذن الله وتنال اعجابكم. كما لاحظتوا معايا جوج ديال البيضات كافيين اننا نحضروا واحد الكيك اللي كيجي طالع ومنفوخ، وكنقدموه للاسره ديالنا بصحه والراحه. لاحظوا معايا هنايا القطعه ديال الكيك ممتازه، خفيفه بزاف، ان شاء الله تجربوها باذن الله وتنال اعجابكم. هنايا استعملت غير العصير فقط، كتجي وصفه اللي ممتازه. لاحظوا معايا هنا كتجي بحال الجينواز، كتستحق التجربه ديالكم وتجربوها بصحتكم وراحتكم. ونخليكم مع الصور النهائيه ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. خليت لكم الراحة، في أمان الله.